واتس اب جايز، صباح بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي هو هذاك. كنتمنى الامور ديالكم كامله تكون بخير وعلى خير. دونك كما شفتوا السيمانه اللي فاتت، كنت لونسيت واحد لا فورماسيون اللي هي ترانسفورم يور لايف يوزين ذا باور هابيت. بزاف ديال الناس باساو لا كوموند ودخلوا وخداو لاكسيس ديالهم لا فورماسيون، وراهم بداو في لي موديول تيقراو. دونك كنفيليسيتيهم من هذا المنبر، وتنقول باللي راه لو بري طلع، ولكن بتاتخ من هنا واحد جوج سيمانات ولا ثلاثه نقدر ندير واحد البخوم. دونك خليكم على بال. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضر على واحد ثلاثه العادات اللي نورمالمون خاصك تكون امبليمونتيهم، خاصهم يكونوا انستالي في الكوتيديان ديالك، يعني خاصك تكون كديرهم كل نهار، حيت هاد ثلاثه العادات غادي يمكنوك من انك توصل للاهداف ديالك. شنو هما ثلاثه العادات؟ قبل ما نهضر عليهم بغيت غير نهضر على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وكيغفلوا عليها الناس. شتي الحاجه اللي مهمه في هادشي كامل باش توصل لوبجيكتيف ديالك هي هاد النهار هذا. واش درتي لي زاكسيون اللي خصهم يداروا اليوم باش توصل للهدف ديالك ولا ما درتيهمش؟ اذا كنتي درتيهم راك غادي كتقرب من لوبجيكتيف ديالك، واذا ما درتيهمش فراك غادي كتبعد من لوبجيكتيف ديالك. افترضوا بلي مثلا في الاخر ديال العام الهدف ديالك هو انك تولي عندك واحد لو كور لي زوين، يعني ولدك واحد الجسم اللي كيخليك فخور براسك، اللي يخليك فرحان وعاجبك راسك. دونك اش خاصك دير؟ كاينين واحد العادات اللي خاصك تخدم عليهم كل نهار، ومن هاد العادات هو انك خاصك تكون كترين ماشي بالضروره كل نهار، ولكن خاصك تكون كتريني ثلاثه المرات مثلا في السيمانه. الا ما كنتيش كتريني ثلاثه المرات في السيمانه فراه في الاخر ديال العام راك ما توصلش لهداك لوبجيكتيف. ما كنعرفش شي واحد عنده واحد لو كور موسكلي ولا واحد لو كور اللي عاجبو وهو ما كيترينيش. ضروري دونك خاص ضروري ما تبقى تعاود واحد الحاجه ماشي بالضروره كل نهار باش في الاخر توصل لوبجيكتيف ديالك، يعني خاص تكون ريغولي. وديما تنقولها بلي راه الفرق ما بين الناس اللي ناجحين والناس اللي فاشلين هو انه الناس اللي ناجحين هما واحد الناس اللي عندهم الاستمراريه، يعني فاش كيبداو واحد الحاجه كيكملوها. دونك دابا غادي ندوز لهذوك ثلاثه العادات اللي ما عرفتش واش دابا عندك ولا ما عندكش، مي في الاخر ديال لا فيديو نورمالمون الا ما كانوش عندك خاصك تبدا من غدا تبدا تانستالي فيهم. دونك شنو هي العاده الاولى؟ العاده الاولى هي انك تحدد واحد الوقيته اللي كتفيق فيها. بزاف ديال الناس كيصحاب لهم بلي الا فاق مع 10 مره مع 8 مره مع 9 ولا فيق على خاطرو راه في الاخر غادي يكون ناجح، راه ما يمكنش. وكيصحاب لي بلي الناس الفنانه ولا اللعابه ديال الكره ولا اي واحد ناجح راه هو كيفيق على خاطرو، حتى لقيتي فاش كتجي شي انسبيراسيون عاد باش كينوض كيخدم عليها عاد ديك الساعه كيافونسي. لا، شتي كريستيانو رونالدو عنده واحد ستريكتور، عنده واحد النظام في النهار ديالو، عنده واحد الوقيته اللي كيمشي كيتريني فيها. الا كنتي ما كتفيقش في واحد الوقيته بالضبط راه في الاخر ما غاديش يكون النظام ديالك في النهار، راه النظام من الصباح كيبدا. الا ما ديفينيش من الصباح، من الصباح معاش غادي تفيق راه ما غتعرفش شنو غادي دير في النهار ديالك. ولكن الا عرفتي بلي راه كنفيق مع 8 فاش كنقول عاوتاني الفيق راه ماشي بالضروره تفيق مع 5 ديال الصباح ولا 6 ديال الصباح ولا 7 ديال الصباح، تقدر تفيق مع 8 ولكن تبقى تفيق كل نهار مع 8 باش تعرف من بعد شنو غادي دير. الا كان شي واحد شي فنان كيلعب الجيتار راه عنده واحد الوقيته سبيسيفيك اللي كيدير فيها واحد الغيتويا اللي كيتريني فيها على الجيتار، يعني ما عمرك ما تخيل بلي دوك الناس اللي واصلين ودوك الناجحين راه ما عندهمش واحد الغيتويا، ما عندهمش واحد ستريكتور، ما عندهمش واحد النظام. النظام ضروري منه، ضروري منه باش في الاخر تنجح. دونك لاكسيون شنو هي؟ هي تحدد واحد الوقيته اللي تولي تفيق فيها ديما ديما. سينو تقدر تحدد ما بين الاثنين والجمعه تحدد واحد الوقيته اللي تفيق فيها، والسبت حتى تحدد واحد الوقيته اخرى مثلا من الاثنين الجمعه تكون كتفيق مثلا مع 8، والسبت حتى تكون كتفيق مثلا مع 9، ولكن يكون هذا دوبل غيت ماشي اثنين كتفيق في وقت وثلاث في الوقت ولا اربعه في الوقت والخميس في الوقت والجمعه في الوقت والسبت في الوقت والحد في الوقت، لا يكون داكشي في واحد النظام. شنو هي العاده الثانيه؟ العاده الثانيه هي الوقيته مثلا ملي تفيق ضروري ما خصك تكونيكتا مع لي زوبجيكتيف ديالك، يعني خاصك تفكر الاهداف ديالك. بزاف ديال الناس كيغفلوا على الاهداف ديالهم، علاش؟ حيت في الاول ديال العام كيحطوا كيقول باغي نتعلم لونجلي، باغي نولي نتريني، باغي نزيد في الوزن، باغي نقص في الوزن، باغي نولي واعر في البروغراماسيون، باغي نبدا الجرافيك ديزاين، باغي نبدا واحد البيزنس، باغي نبدا واحد المشروع. كتلقى بزاف ديال المشاريع غير محطوطين غير هكاك في الاخر ما كيبدا حتى شي حاجه، بزاف ديال الاهداف في الاخر ما كيبدا حتى شي حاجه فيهم. كتوصل شهر 4 ولا شهر 5 كتجي كتسول كتقول لي فين وصلتي لي زوبجيكتيف ديالك؟ صراحه ما عقلتش عليهم، حيت ما كانش كيتكونيكت معاهم كل نهار. وهذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف واللي انفو اسطريتها انا بدلات بزاف بزاف ديال الحوايج. الو كيفاش خاصك دير؟ خاصك يكون عندك واحد الفيجن بورد اللي انستالي في البيت ديالك فيه الاهداف ديالك عباره على تصاور. دونك انت اش كدير؟ كل صباح كتاخذ واحد 5 دقائق اللي كتوقف قدام هذاك الفيجن بورد وكتفكر بلي راه عندك هاد الاهداف وبلي خاصك تخدم عليهم. ونقدر نصدمك دابا ونقول لك بلي الاهداف اللي حطيت في الاول ديال العام
تقريبا وصلت النص ديالها في النص ديال العام. تخيل معايا في النص ديال العام انا وصلت لي زوبجيكتيف ديالي. علاش؟ حيت كنت كل نهار مكونيكتي معاهم وكل نهار مفكرهم. حتى نسيت راه مع الصباح كنقولها بلي راه هاي عندي واحد الحاجه خدام عليها. يعني حتى في النهار ديال فاش كتبدا كتقول شنو عندي اليوم، عندي شي حوايج خصني نخدم عليهم باش في الاخر ديال العام نوصل للهدف ديالي. والعاده الثالثه شنو هي؟ العاده الثالثه هو انك خصك تاخذ واحد نص ساعه حتى لواحد الساعه تخدم فيها على داك لوبجيكتيف ديال الاخر ديال العام. وهذه هي فين كاينه الكونكري، هنا فين كاينه لاكسيون اللي تخليك انك تافونسي. فاش قلت لك مثلا قبيله الاخر ديال العام مثلا هو باغي تهضر لونغلي ولا باغي تولي موسكلي، فراه خاصك واحد نص ساعه اللي تخدم فيها لونغلي، نص ساعه حتى ساعه. دونك ضروري ما خصك تكونسونطرا وتفوكاليز فهاديك الوقيته ديال الصباح من بعد ما تكون تكونيكتي مع هادوك لي زوبجيكتيف تبدا خدام عليها. الا كان عندك شي مشروع في الاخر ديال العام باغي تنجحو، فراه فهاديك نص ساعه ولا فهاديك ساعه فاش خاصك تخدم على هذاك المشروع، وتبقى كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كتخدم ليك نص ساعه ساعه كافيه بزاف باش في الاخر ديال العام توصل لوبجيكتيف ديالك. دونك هادو كانوا ثلاثه العادات كنتمنى انك تبدا تانستاليهم من غدا، راه غادي تشوف واحد الشونجمون كبير 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 في حياتك. تهلا ليا فراسك، نشوفو غدا ان شاء الله فيديو.